طيب في هذا الدرس راح إن شاء الله نستكمل الدرس ما ذكرناه في الدرسين السابقين عن الفاريبلز والمتغيرات. راح نشوف المثال اللي شفناه في الدرس الأول عن المتغيرات وراح نطبقه باستخدام برنامج هذا، واسم البرنامج هذا اسمه برنامج جيليت، وهو برنامج يساعدك على كتابة برامج لغة جافا بشكل مبسط وعمل كومبايليشن وتنفيذ هذه البرامج، ويوريك كيف البرنامج يتم تنفيذه حتى تفهم بعض المفاهيم، مثل خصوصا المفاهيم المتعلقة بالذاكرة، بذاكرة البرنامج أو الميموري، مثل مفهوم الفاريبل. فراح نسوي الآن كومبايل للبرنامج. الآن البرنامج جاهز للتنفيذ، راح طبعا نسوي تنفيذ البرنامج خطوة خطوة. الآن أنا زي ما قلت في الدرس السابق، دائما أولا نكتب البرنامج يعني ونجهزه للكمبيوتر، ويكون هذا بمثابة كأنه مخطط يعني اللي احنا أعطيناه الكمبيوتر، بعدين الكمبيوتر راح ينفذ لنا البرنامج هذا التنفيذ الفعلي. زين، خلونا نشوف الفاريبل هذا. عندنا فاريبل اكس، والاكس قيمته 10، حطينا نحط فيه قيمة 10، بعد كذا نطبعه. خلونا نشوف كيف تتم العمليات هذه خطوة بخطوة، كيف يقوم الكمبيوتر بتنفيذ البرنامج بعد ما انتهى من الكومبايليشن، كيف يقوم بتنفيذ البرنامج. فخلونا نبدأ خطوة خطوة، راح نتجاوز بعض الخطوات أثناء التنفيذ في البداية، راح نتغاضى عنها حتى نصل إلى أول خطوة في البرنامج. إذن هذه هي تقريبا يعني هذه تقريبا ذاكرة الكمبيوتر، يعني بشكل ذاكرة الكمبيوتر يعني تنظيم ذاكرة الكمبيوتر مشابه للشكل هذا نوعا ما إلى حد ما، طبعا شكل مبسط. في عدة مناطق، المنطقة هذه نسميها أستاك، والمنطقة هذه نسميها الهيب، والمنطقة هذه اللي نخزن فيها الليترالز، والمنطقة هذه اللي منطقة المعالج اللي يتم فيها تنفيذ الاكسبريشنز. طيب ما يهمنا الكلام هذا كثير، المهم ان نفهم كيف الفاريبل يتم حجزه، مضبوط، وراح نركز على الجزء هذا من المنطقة اللي سميناه ستاك. طيب اول ما يتم تنفيذ اول عملية في البرنامج هي الديكلاريشن حق الفاريبل، مضبوط، او تعريف الفاريبل. هنا لما يجي الكمبيوتر ينفذ العبارة هذه راح يحجز لنا مكان في الذاكرة، زي ما انتم شايفين حجزنا مكان في الذاكرة، المكان هذا اسمه X ونوعه integer، زين، او عدد صحيح. المكان هذا جاهز نخزن فيه عدد صحيح. هذه هي الخطوة الاولى من اثناء تنفيذ البرنامج. لاحظوا ان العشرة اللي راح نحطها في X جاهزة عندنا هنا، مضبوط، لكن الى الان ما وضعناها، ما وضعنا القيمة 10 هذه في الفاريبل X، زين، الى الان ما وضعناها في المكان هذا. خلونا ننفذ الخطوة التالية. الآن وضعنا القيمة 10، إذا تلاحظون لو ما انتبهت ارجع الفيديو تلاحظ أن 10 الآن وضعناها في المكان في الذاكرة أو الميموري لوكيشن اللي سميناه X، زين، أو الفاريبل اللي سميناه X، زين. إذا الآن X قيمته 10، في أي وقت من الأوقات نجي نستدعي X هذا، نطلب X هذا، على طول راح ناخذ القيمة 10، وهو اللي راح يحصل عندنا في السطر التالي. السطر التالي راح يطبع القيمة 10، تلاحظون انطبعت القيمة هنا عندنا. إذن أول شيء عرفنا المكان في الذاكرة، حجزنا المكان في الذاكرة، بعد كذا حطينا في المكان هذا القيمة 10، زين، والمكان هذا طبعا اسمه X ونوعه انتجر. بعد كذا الآن بدينا نستخدم القيمة هذه الموجودة في المكان هذا، فمجرد أن قلنا أطبع لنا اللي موجود في X، راح الكمبيوتر راح شاف X، هذه X، أخذ القيمة 10 زي ما شفت وليد وبعدين طبعها لنا. خلينا نشوف العملية مرة ثانية هنا، زين، الآن طبعا راح نطبع X زائدا 1، فإذا ما راح الكمبيوتر ياخذ القيمة ويطبعها مباشرة، لا، زي ما تشوفون هنا أول راح ياخذ القيمة عشان يجمع معها 1. إذا الخطوة الأولى لازم يجمع مع القيمة 1، فالآن جاء وجمع 1 مع 10، زين، طلعنا النتيجة 11. إذا أخذ الواحد، أخذ 10 من الفاريبل هنا، واخذ الواحد من منطقة الكونستنس هنا، زين، جمعهم مع بعض طلع الناتج 11. الآن الخطوة التالية بعد ما جمعهم انه يجي ويطبع الناتج هذا لنا هنا. وهكذا انت لما تجي تكتب البرنامج دائما ضع في تصورك كيف راح يتم تنفيذ البرنامج، زين، ضع في تصورك هذه العملية هذه اللي احنا نشوفها الآن، انه هذه الطريقة اللي راح يتم فيها تنفيذ البرنامج. نفس الشيء الآن لاحظ، راح نقرأ قيمة X ناخذها،
مضبوط، بعدين نضيف عليها واحد، زين أضفنا عليها واحد أو عفوا اثنين، راح نقرأ قيمة X نضيف عليها اثنين، وبعد كذا ناخذ المجموع ونجي نطبعه زي ما هو واضح عندكم هنا. الآن قمنا بعملية الطباعة، لاحظ أنه X المكان محجوز في الذاكرة، موجود في الذاكرة، قيمته ما تغيرت لأن ما أسندنا لها أي قيمة، مرة واحدة فقط أسندنا هنا، المرات الباقي هذه كلها نسوي هذه عملية، كلها هذه عمليات قراءة، سميها عمليات قراءة للقيمة الفاريبل. زين هذه العملية عملية كتابة، كتبنا قيمة في المكان في الذاكرة اللي أشرناه اللي يمثله الفاريبل X، المكان هذا اللي يمثله الفاريبل X كتبنا فيه قيمة هنا في السطر هذا فقط، في السطور في الأسطر الباقية قمنا وقرينا القيمة هذه. زين كل مرة قريناها وطبعناها كما هي، المرات اللي بعدها قريناها وأضفنا عليها قيمة، هنا نقرأ القيمة نضيف عليها العدد 3، بعد كذا نقوم بطباعة نأخذ الناتج ونقوم بطباعة العدد وهو 13. زين طبعا كملاحظة العملية هذه نسميها أو الجزء هذا X زائد 3 نسميه expression زي ما تلاحظون هنا، والإكسبريشن هذا دائما يتم عملية evaluation له أو عملية حساب قيمته. زين وفي operator الجامع هنا نستخدمه في الإكسبريشن، راح نشوف إن شاء الله معلومات أكثر عن الأوبريتورز والإكسبريشنز وعلاقتها القوية في الفاريبلز. طيب في الدرس إن شاء الله القادم راح نشوف إن شاء الله مثال آخر على استخدام الفاريبلز، مثال أفضل من المثال هذا، أكثر منطق يعني مفيد أكثر من المثال هذا. في المثال القادم إن شاء الله راح نشوف كيف نستطيع نكتب برنامج يقوم بحسابة محيط ومساحة مستطيل، زين أي مستطيل. طبعا لما أقول لك لما أسألك السؤال التالي، ما هو محيط المستطيل؟ أول سؤال طبعا قبل ما أتجاوب راح تسألني تقول لي كم الطول وكم العرض، مضبوط؟ أقول لك والله مثلا الطول مثلا 5 والعرض مثلا 10، راح تقول لي أوكي أنا الحين أخذت منك الطول والعرض اللي 5 و10. زين فلاحظ أنك أنت أخذت الطول والعرض خزنتها في ذاكرتك في 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 مخك. زين بعدين راح تطبق القانون الرياضي وهو أنه محيط المستطيل يساوي 2 في الطول زائد العرض، فقلت 5 زائد 10 تساوي 15، 2 في 15 تساوي 30، فحسبتها في راسك. بعدين جيت وعطيتني تعطيني القيمة تقول لي خلاص المحيط هو 30. فلاحظ الخطوات اللي أنت سويتها، زين إنك أول شيء طلبت مني إني أعطيك الأرقام، أعطيك وش الطول وش العرض، بعد كذا أنت كأنك خزنت الأرقام هذه بدون ما تشعر بدون ما تحس طبعا، خزنت الأرقام هذه في الذاكرة عندك وسويت عليها العملية البروسيسينج، زين أو المعالجة، عالجت الأرقام هذه جمعتها وطرحتها وضربتها وقسمت أو سويت المعالجة هذه، ثم بعد كذا عطيتني الناتج. نفس الشيء راح نشوف إن شاء الله في البرنامج القادم كيف إن نعرف variable أو مكان في الذاكرة، زين ثم بعدين نحط في المكان هذا الطول والعرض حقات المستطيل، ثم بعد كذا نسوي عملية البروسيسينج أو عملية المعالجة ونحسب المحيط والمساحة برضو، يعني مو فقط المحيط، راح نحسب المحيط ونحسب المساحة. زين ثم بعد كذا نطبع القيمة هذه قيمة المحيط والمساحة.